تحديات تم تجاوزها بنجاح لتثمر تحفة فنية جسدت حرفية عالية امتزجت فيها تصاميم من عمق التراث الجزائري بمشرقية تعود إلى عهد محرر القدس السلطان صلاح الدين الأيوبي. منبر الجامع الجزائري من أضخم المنابر في العالم الإسلامي وينتمي إلى الطراز المغاربي الأندلسي. استلهم تصميمه من منبر الجامع الكبير بالجزائر العاصمة الذي بني من طرف المرابطين في القرن الحادي عشر. لتضفي رفقة الأفكار المبتكرة والتكنولوجيا المسخرة تفرداً لمنبر جامع الجزائر عن غيره من المنابر.